Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكلهم تعزون. إذن مرحبا بكم في قناتنا ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معرفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما. إذن وصلنا إلى الصفحة 164 l'exercice numéro 11 dit soit x et y deux nombres rationnels. إذن قبل ما نجاوب خاصني نفهم التمرين مزيان. إذن عندنا لي يكون x و y عددا جذريان كيف ما كانوا سواء كان موجب ولا سالب. إذن مونتخي كو x او كاري بلس y او كاري اي سوبيريور ايكال 2x y. إذن قال لك بينا بصفة عامة كيف ما كانت هذيك x و y درنا x او كاري زائد y او كاري تكون دائما كبر من 2x y. إذن حاولوا أنتم تجاوبوا على هذا التمرين. ونشوفوا الطريقة باش جاوبنا السؤال الثاني تيقول لنا اون ديدوير كو اكس بلس y لو تو كاري اي انفيريور ا 2 ملتيبلي بار اكس بلس y كاري اي اكس بلس y لو تو كاري سوبيريور ايكال 4 xy. اذا هذه الطريقة باش تجاوبوا نتوما وتكتبوا دوك المقدمة ليكزيرسيس 11 دون لاباج 164 كيف تشوفوا امامكم ونكتبوا هذه المقدمة سوا اكس y دو نوم راسيونيل montrant l'énobéien, montrant que x au carré plus y au carré est supérieur à 2xy. On sait, il y a un texte qui dit que nous avons tous les chiffres qui disent que x naqis y, le tout au carré est supérieur ou égal à 0. Il y a un texte qui dit que nous avons au carré, فهو اكبر او يساوي صفر. نفترض مثلا x تساوي y، اذا x تساوي y بتعطينا x ناقص y هي صفر وستنا فهي اكبر او تساوي صفر، اذا فهي تساوي صفر. إذا كان وحدة فيهم كبيرة ولا وحدة صغيرة بيعطينا عدد يعني مخالف للصفر، وملي تنديرو أوسيتنا بيعطينا عدد موجب. إذا هاد x مو y تنعرفو بأن ايدونتيتي روماركابل ولا متطابقة عامة تسمعو نتوما، بغينا نديفلوبيوها بغينا نكتبو على شكل x أو كاغي لأن فيها مو هنا بتولي x أو كاغي موان 2xy بلس y أو كاغي. أش غادي نديرو هاد x أو كاغي y أو كاغي بغينا نجيبو واحدة x أو كاغي بتولي عندنا x au carré plus y au carré moins 2xy est supérieur ou égal à 0. Et dans ma rire la voilà, il y a besoin de la moins de la place de l'autre, tout le monde peut moins 2xy, le tige à l'achar, et dans le défaut l'ochra, ou peut rire la échara, dire là, ou peut lire là, x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à 2xy. Ce intent, il y a un stentige. Stentige, bien non, x. X plus y, le tout au carré est supérieur ou égal à 4xy. Et donc, vous pouvez écrire en on dit oui. Et donc, l'ahdou, il y a un damet qu'on a mis à ce qu'on a une had x au carré plus y au carré est supérieur à 2xy. Binazid ou que l'eau, il y a un binazid à 2xy. Et donc, on a un tal comme la had le fourani à l'alterna. On a écrit x au carré plus y au carré, zna à l'aliamin 2xy. 2xy وهنا على اليسار كذلك 2xy. اذا بتولي عندنا هذه تجمع تنعرفوها بانها متطابقه اما x او كاري بلس y او كاري بلس 2xy هي x بلس y لو تو كاري. هذه جوج xy زائد جوج xy هي 4xy وتنكتبوا هي x بلس y لو تو كاري اي سوبيريور 4xy. ننتقلوا للتمرين 12. التمرين 12 تيقول لنا كيف تشوفوا امامكم سواء a و b دو نومب راسيونيل tel que a moins b est égal à 7 sur 3 et b est supérieur à 2 sur 3. Et donc, il compare a et b, puis 9a à moins 7 sur 23 et 9b à moins 7 sur 23. Et donc, avant de commencer, on va voir ce qu'on a dit. Et donc, on va dire que a est égal à 7 sur 3, mais la différence entre eux, a moins b est égal à 7 sur 3, و ب العدد ب بوحدو فهو اكبر من 2 على 3. اذا بغينا نقارنوا ا ناقص ب تنش ا اي ب تتبان لنا ا ناقص ب تساوي لنا 7 على 3، اذا ا فهي اكبر من ب لان هذا عدد موجب يعني اكبر من صفر. وهنا في ا بغينا نستنتجوها من هذا الشيء. دابا شوف كيف الطريقه باش غنجاوبوا عليها. اذا بغيت تكتبوا نتوما المقدمه ديال التمرين هذه سواء ا اي بي دو نوم راسيونيل تيل كو ا موان ب ايتيكال 7 سور 3 اي ب سوبيريور 2 سور 3. Je compare A et B. On a A moins B est égal à 7 sur 3. Et donc, on a A moins B est égal à
7 على 3 و 7 على 3 فهي اكبر من 0. اذا اذا كان الفرق ديالو عددان فاكبر من 0 فواحد الاولاني فهو اكبر من الثاني. اذا تنكتبوا ا موان بي اي سوبيريور ا 0 دونك ا اي سوبيريور ا بي. ننتقلوا للمساله الثانيه. الا كان عندنا بننطلقوا من هذه العمليه اذا اش غادي نديروا؟ لاحظوا مزيان باش نوصلوا داكشي اللي طلبوا منا. طلبوا منا نبينوا بان نف ا موان بي سور 23 بنقارنوا مع نف بي موان 7 سور 23. اذا غادي ننطلقوا من داكشي اللي توصلنا ليه. توصلنا ل ا اي سوبيريور ا بي. اذا سي ا اي سوبيريور ا بي الا كانت ا اكبر من بي فنف ا اي سوبيريور ا نف بي. اذا الا كان ا مكبر من بي فتسعود ديال ا فهو اكبر من تسعود ديال بي. اذا حنا ضربنا كلشي في 9 تعطينا 9 ضربناه في ا و 9 ضربناه في بي تعطينا 9 ا اكبر من 9 بي. هذه باينه. اذا ثم تنقسم من هذه 7 و تنقسم من هذه 7. اذا ما تعطينا نف ا موان 7 سوبيريور نف بي موان 7. اذا ما غيرنا والو فقط نقصنا من هذه 7 ونقصنا من هذه 7. اذا تنحصلوا على نف ا موان 7 سوبيريور نف ا بي موان 7. بغينا نقسموا كلشي على 23. اذا هذا العمليه فهي ما دام صحيحه بغينا نقسموا على 23 وتعطينا نف ا موان 7 سور 23 اي سوبيريور ا نف بي موان 7 سور 23 وتنأثروا دونك نف ا موان 7 سور 23 اي سوبيريور ا نف بي موان 7 سور 23. غادي نشوفوا دروكا السؤال الثاني شنو يقول لنا. اون ديدوير ا اون فونكسيون دو بي يعني استنتج ا بدلاله بي. بغينا ننطلقوا من العمليه اللي ا كاتب لنا ا تساوي ناقص بي تساوي كذا. بغينا نستنتجوها ثم بغينا نديروا نقارنوا او نبينوا بان ا اكبر من 3. اذا لاحظوا عندنا السؤال هو هذا كما ديال التمرين 12 هذه. جي كري ا اون فونكسيون دو بي اكتب ا بدلاله بي. اذا اون ا موان بي ايكال ا 7 سور 3. اذا انطلقنا من ا ناقص بي تساوي لنا 7 على 3. اذا هذا بي تندوزو للضفه الاخرى تتغير لها الاشاره ديالها وتعطينا ا تساوي بي بلس 3 ونأثر هذا هو اللي طلبوا منا. طلبوا منا ا بدلاله بي. اذا اي ا تساوي لنا في هذا التمرين بي زائد 7 على 3. قال لك استنتج بان ا اكبر من 3. اذا لاحظوا عطاونا بانه في الاول ديال التمرين عطاونا بان بي اكبر من 2 على 3. اذا غادي ننطلقوا من هذا الشيء اللي توصلنا ليه. لاحظوا اذا لقينا ا تساوي بي زائد 7 على 3. اون بي من الاول ديال التمرين بي اي سوبيريور ا 2 سور 3. اذا غادي نزيدو على هذه 7 على 3 وغادي نزيدو على 7 على 3. هذه اللي بي بغينا نزيدو على 7 على 3 وهذا 2 على 3 بغينا نزيدو على 7 على 3. اذا بنحصلو على بي بلس 7 سور 3 اي سوبيريور او ايكال 2 سور 3 بلس 7 سور 3. وهذه مادام عندهم مقام واحد هو 3 تنديرو 2 زائد 7 هي 9 على 3 اللي تساوي 3. دونك بي بلس 7 سور 3 إذا بي زائد 7 على 3 فهي أكبر من 3. وبما أن لقينا في السؤال الثاني أ بدلالة بي أ هي بي زائد 7 على 3. إذا هاد أ اللي هي بي زائد 7 على 3 فهي أكبر من 3. وهكذا نكون جبنا عن التمرين الثاني عشر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله.